السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. دائما فيديو جديد، فلوق جديد على مستوى برو بيتش تور تشالنج اكادير المغرب. الجو كما تلاحظوا الجو اليوم راه سخون شي شويه، كاين شي شويه ديال الغيام، مي يعني الاجواء رائعه صراحه. دونك الاخوان والاخوات على مستوى الفلوق، انا تعمدت بالعاني يعني درتها، تعمدت انني ما نديرش لقطات ومقتطفات المنتخب الوطني على مستوى الذكور والاناث. بغيت زعما نخليهم حتى لفيديو اخر وندير احسن لقطات، يعني حيت كاينين اربعه ديال لي ماتش ديال البنات واربعه ديال لي ماتش ديال الدراري. دونك اليوم المباراه الثالثه اللي هي مهمه ومهمه بزاف بالنسبه لمنتخبنا الوطني ذكور، سي محمد عبيشه وزهير القراوي. يعني الماتش اللي هو مهم بزاف اللي اليوم غادي يسمح لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نمروا للدور الموالي. اليوم عندنا لو ماتش ان شاء الله الرحمن الرحيم في الكور سنترال مع المنتخب التركي. دعواتكم معنا، شكرا جزيلا. دونك لو كور نيميرو 3 كاينين الفريق الامريكي والفريق الكندي. الفريق الاسباني هو الفريق اللي خسرنا معاه، اللي قلنا دا بطوله اوروبا اقل من 22 سنه، هذه تقريبا خمسه ديال الاسابيع. على مستوى لو تيران دي شوفمون تيران نيميرو 5 دائما تنشوفوا الاستعدادات والتدريب المشتركة. تنشوفوا هنا الفريق الهولندي، تنشوفوا الفريق ديال الولايات المتحدة الأمريكية، تنشوفوا الفريق الإيطالي ديال روسي وكارامبولا. على مستوى التيران نيميرو 3 المنتخب الإيطالي والمنتخب الأمريكي. المنتخب الوطني راه يبدا توت سويت دابا على مستوى لو كور سنترال. نمشيو نشوفو ان شاء الله الرحمن الرحيم. على مستوى التروازيام كور كاين الفريق الامريكي وكاين الفريق الهولندي. Yeah.
5 تنشوفوا استعدادات التدريب ديال الفرق يعني كلشي تيستافد النظام وكلشي تيخدم وكلشي تي تراني نمبر 4 دنمارك ونيدرلاند الفريق الهولندي مستوى لكور سنترال الفريق الايطالي والفريق ديال تشيك ريبوبليك دونك اليوم حرارة الصراحة مفرطة شي شوية زايدة شي شوية صراحة كور نيميرو 2 الأرجنتين والأسترالي الكل تيتوقف يعني هاد العاصفه يعني اللي مفاجئه دونك الحمد لله رجعت الاجواء يعني زوينه ودابا تيستمروا المباريات تبارك الله سي يونس دايزه عجاجه شوف هذه يعني عاصفه مفاجئه دازت والحمد لله كل شيء بخير على خير موقع والو كل شيء واقع على الصح امور غاده مزيان تبارك الله عليك تبارك الله عليك رقم 4 ليتوانيا وهولندا
الارجنتين وسلوفينيا. الفريق الارجنتيني هذا اللي ربح المنتخب الوطني النسوي ديالنا. نيميرو 1 فيلاندا و تشيك ريبوبليك. كور نيميرو 3 لا سويس و المكسيك. كور نيميرو 4 هولندا إسبانيا. كور نيميرو 2 نورفيج فرنسا. دونك الاخوان 3 وربع هادي نمشيو نتغداو رابيد. دونك الاخوان والاخوات هادي 3 وربع نمشي نتغدا رابيدمون وغادي نرجع دابا عاوتاني للوسيد باش نتبعو لي زوطر ماتش. بالنسبه للاجواء الاخوان الدريه هادي راه البارح راه قالوها في يعني في النشره الجويه قالوها وكاين 43 دوغري اليوم في اكادير 43 43 درجة مي ابارامون راه وقف الريح ولا الجو دابا مزيان. دونك دائما الفترة المسائية غنشوفوا لي ماتش ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كاينين دابا. الكور سونترال الاسترالي مع الايطالي. الأرجنتين.
سي نبيل ساجور اللي دائما مشرفنا على مستوى التحكيم، يعني صراحة والله إلا مشرفنا سي نبيل، تبارك الله عليك. تبارك الله عليك سي نبيل. سي حمزة أجي يا أخي يو اس في صحاب يو اس في صافي نمشي سير تنشوفو يو اس في أكادير يو اس في حاضرة دائما أكادير حاضرين ناظرين دائما كرة الطائرة الشاطئية على طول السنة تبارك الله. دونك النهاية ديال اليوم الثالث ديال برو بيتش تور تشالنج صراحة المستوى شفنا اليوم عالي عالي جدا. دونك بقاو أربعة ديال الفرق في لا دومي فينال، بقى الفريق ديال النرويج الأسترالي سويسرا وهولندا. إن شاء الله الرحمن الرحيم غدا لي دومي فينال ولا فينال غدا غادي نشوفوا إن شاء الله الرحمن الرحيم مستوى عالي وعالي جدا. بالنسبة للإناث كذلك في لا دومي فينال بقاو أربعة ديال الفرق، بقات هولندا وبقات كندا وبقات تشيك ريبوبليك والفريق الإيطالي. دونك غادي نبارطاجي على مستوى الصفحه الرسميه ديالنا ديال انستغرام يو اس في بيتش فوليبول في لي ستوري ولا دومي فينال اللي غتلعب الاولى ولا دومي فينال اللي غتلعب الثانيه، وبيان سور غنشوفوا الماتش ديال الترتيب كذلك، وعاد بيان سور في الاخير المباراه النهائيه ديال لا فينال. تبارك الله عليكم، شكرا على المتابعه، شكرا على لي كومونتير ديالكم، شكرا على التشجيعات ديالكم. ادوما ان شاء الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.